بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوما مبلغا وقدره 20 مليون ريال عماني. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما مبلغا وقدره 15 مليون ريال. وبلغ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني على هذه الأذون خمسة فاصلة خمسة وسبعين بالمئة بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة ستة فاصلة خمسة